السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا اون فورم وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بواحد لا فيديو اللي غتكون عباره عن طريقتي البسيطه في تنظيف الفرن الكهربائي. غنوريكم كذلك كيفاش تقدروا تفتحوا الزجاجه ديالو، لان بزاف ديال الاخوات ما عارفينش بان ديك الزجاجه يمكن لكم تحيدوها وتنظفوها على خاطركم وتنقيوها مزيان وترجعوها كيف ما كانت. لان كما كتعرفوا هذا الفرن اللي كيكون هكا كهربائي اونكاستري كتكون فيه واحد دوبل فيتراج ديال ديك الزجاجه، وبعض المرات كتولي مدمعه وكتولي مسخه وكيصعب علينا اننا ننظفوه. واخا كنغسلوها وكنمسحوها مزيان كتبقى مطبعه البنات وكتبقى فيها دوك لي طاش هكا باينين. فاليوم ان شاء الله غنوريكم واحد الطريقه بسيطه بزاف وعمليه، خليكم معايا حتى لاخر هذا الفيديو. المهم البنات غنبداو على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا هنا غنبدا ننظف الفرن ديالي، راه مسخ صراحه، هذه مده طويله ما نظفتوش. المهم راه مرون فيه البقايا ديال كل شيء، البقايا ديال الخبز، ديال الكيك، اي حاجه كنطيبو تما البنات كطيح كتبقى تما داك ليدام ديال الاكل. المهم انا اليوم ان شاء الله غادي ننظفو مزيان. وكما كتلاحظوا هنا كاين هاد لي دو فيس، هاد جوج ديال الجوانب اللي في اليمين واليسار، هما هادوك الفتحات اللي يمكن لكم تفتحوهم باش تحيدوا الباب ديال الزجاج. ساهلين بزاف البنات، غادي نوريكم الطريقه. وخلاص هاد البلاصه هادي البنات راه كتبقى دائما عامره بالفتات وعامره باي حاجه كطيح تما، راه كتبقى صعيب بزاف انكم تنظفوها بلا ما تحيدوا الباب. المهم الفيس الاول كاين هنا والفيس الاخر في الجهه الاخرى، تاخذوا واحد السكين. بعد المرات البنات ديروها غير بيديكم، راه تقدروا تحلوه وكديروا بحال هكا البنات. كيف ما كتلاحظوا انا قربت شويه الكاميرا باش تشوفوا، كاين هكا واحد بحال واحد كتدفعوا واحد اللعيبه هكا وكتحلوا الفران يعني بسهوله. هذه الا ما درتوهاش بالموس يمكن لكم ديروها بيديكم. ها انتم البنات كنحلها وكنعاود نسدها، هذه هي الفتحه ديال الباب، يعني الا حليتوها غتحيدوا الباب ديالكم من بلاصتها. صافي غنمشي للجهه الاخرى، غادي نقوم بنفس العمليه وغنحيد الباب. صافي البنات هنا كيف ما كتلاحظوا راني حيدت الباب من المكان ديالها دغيا دغيا وبسهوله. والمرحله الثانيه هي اللي غادي نحيدوا بها الزجاجه. كيف ما كتلاحظوا راها مسخه وفيها داكشي يعني صفر فريمون، يعني مسخه بزاف. صافي باش نحيد الزجاجه البنات عندكم هنايا واحد دو فيس عاوتاني، هادو اللي شادين الزجاجه اللي كتكون في الداخل، على حساب كل فران كي داير. كاين كيكون عندهم دي فيس صغار دي فيس كبار، على حساب. مهم دائما كيكونوا في نفس البلاصه. غناخذ هنا البنات واحد تورنو فيس كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا نحل هذوك لي فيس ديالي. ومن بعد المرات البنات حلوا غير شي شويه، من بعد كملوا غير بيديكم راهم كيتحلوا بسهوله. غنحيد الاول وغنحيد الثاني ونجبد الزجاجه ديالي. صافي البنات هنا انتهيت، فتحت الزجاجه ديالي. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتلاحظوا، كتحيد دغيا دغيا البنات لانها كتكون غير محطوطه ومزيره بهذوك لي دو فيس اللي حيدنا. غير نردوا البال نعقلوا عليهم باش ما نتلفوهمش، ونعقلوا عليهم فين كانوا باش من بغيو نرجعوا هذا الشيء لبلاصتو ما نتلفوش. صافي البنات شوفوا الشكل ديالها كي داير، مسخه بزاف. دابا غنمشي مباشره باش نحك الفران هو الاول، عاد من بعد غادي نغسل معكم الزجاجه. بالنسبه للفران هنا خديت واحد الاناء وضعت فيه شويه ديال الخل، شويه ديال الصابون ديال الاواني، وشويه ديال جافيل البنات باش نعقم بها كي الفران ديالي. والخل كما قلت لكم راه كيصلح لكل شيء، كيعقم مزيان. المهم هنايا غادي ناخذ هاد الحلفه اولا هذه صراحه كتكون هذه بحال ديك الحلفه التقليديه اللي كانوا كيديروا الناس ديال زمان. هذه صراحه زوينه بزاف لانها كترغوي مزيان هذاك التيد. وغنبدا نحك بها غير واحد الحكه اوليه ونحيد كاع هذاك ليدام وهذاك الشيء البنات اللي كيكون هكا شويه مدسم، عاد من بعد غادي نحكها بالشيته. من بعد ما دوزت الصابون على الجوانب كامله، الان غناخذ هاد الشيته اللي كتكون شويه قاصحه ونعاود نحك مزيان البنات باش نحيد كاع داكشي اللي كيكون لاصق.
من بعد ما انتهيت من تنظيف الفران كيف ما لاحظتوا غادي نخليه حتى لاخر مرحله، عاد غنعاود ندوز عليه بواحد الكتانه اللي تكون هكا نقيه وناشفه وصافي. غندير نفس الطريقه بالنسبه للزجاجه والباب، غادي نمسحهم مزيان اولا غادي نحكم مزيان بهذاك الصابون ديال الاواني والخل باش يعقم وفي نفس الوقت يحيد كاع داك الدسم وكاع داكشي اللي كيكون البنات هكذاك لاصق، ونبقى مستمره ونوريكم الشكل النهائي. وهذا واحد القليب لكاع البنات اللي كيشجعوني وكيدعموني ودائما تيخليو لي تعليقات زوينين بزاف. وانتم الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. هنا البنات غادي نجيب الزجاجه ديالي للحوض باش نغسلها مزيان بالماء، ونفس الشيء بالنسبه لهذيك الباب واخا دوزتها التدويزه الاولى ومسحتها غنعاود ندير ليها واحد التدويزه اخرى بالصابون باش تبقى يعني هكذا نقيه، لان داك الدسم كيكون فريمون لاصق مزيان، فغندير لها واحد دوزيام كوش ديال الماء والصابون باش تنقى مزيان. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الزجاجه، خرجت كتشعل البنات فريمون نقيه بزاف، ما نقولش لكم شحال كنحس بواحد الراحه نفسيه تيلمون كانت مسخه وكانت ثقيله على القلب داك ليدان وداكشي كيشتو هكا لونو صفر، دابا ولات فريمون كتشعل بالشعيل كيف ما كنقولوا. صافي هنا غندير نفس الشيء بالنسبه للباب. هنا البنات بغيت نشارك معكم هاد البرودوي اولا هاد المنظف المزيل للدهون، صراحه هذا رائع جدا البنات، يمكن لكم تلقاوه في بيم. انا ما نظفتش به اليوم، يعني تعمدت نظف باشياء بسيطه اللي تكون عندنا متواجده في البيت، ولكن الا كان عندكم هذا هو رائع جدا، كيحيد الدهون كيحيد داك ليدام كيحيد داكشي اللي كيكون لاصق كما كتلاحظوا كتبين فيه ديغريسون، و يمكن لكم تمسحوا به سواء البوطه ديالكم سواء الفران سواء الميكرووند اي حاجه فيها الدسم. نفس الشيء بالنسبه لهذا، هذا توك توريت لكم شحال هذه كارولان، حتى هو البنات زوين بزاف وكيحيد كاع هذاك اللي دام كيكون عندكم في اي بلاصه. فريمون هادو جوج ديال المنتوجات اللي انا استعملتهم وفريمون كانوا افيكاس. صافي البنات هنا غادي ناخذ الزجاجه ديالي غادي نمسحها، غير الاشاره باش الفرن ديالكم اولا الزجاجه ديالكم تبقى دائما كتبري كنصحكم انكم تستعملوا فقط هذاك المنظف ديال الزجاج، يعني المنظف اللي كنضفوا به الزجاج ديال الدار اولا الشراجم اولا البيبان، رائع جدا البنات كنمسح به دائما الزجاجه والفران، ديك لابارتي دي اينوكس كامله اللي كتكون دايره هكا بالفران حتى هي كنمسحها وكيبقى فريمون كيلمع.
ومن بعد ما انتهيت دابا غادي نرجع الزاجه ديالي بحال اللي كنت يعني درت في الاول، غنرجعها للمكان ديالها وناخد داك لي فيس ونعاود ندخلهم البنات بنفس الطريقه كيف ما قلت لكم في الاول، غير نبقاو عاقلين على بلاصتهم فين كانوا ونحاولوا ما نتلفوهمش الا كانوا فريمون صغار باش ما نبقاوش واحلين اولا يبقى لنا الباب ديال الفران هكايا محلول. صافي هنا غنرجعهم البنات ومن بعد غنوريكم كيفاش نعاود ندخلها ونركبها. وبنفس الطريقه كيف ما فتحت الباب وخرجت غنعاود نرجعها البنات، غادي نحيد هذاك غنوضع بلوتو الباب ديالي بهذا الشكل، وهذوك لي دو زوفيرتور اللي وريتكم كيتحلوا لي هنا غنعاود نرجعهم للمكان ديالهم بكل سهوله. هانتوما غادي تلاحظوا عاود دوزتهم، ها هو كيتحل عاوتاني كيتسد وصافي، ها الفران ديالي رجع لبلاصتو. ودائما في اخر مرحله المنظف ديال الزجاج غادي يمسح به الزجاج ديالي والفران باش يبقى هكايا نقي ويبقى تيلمع وكيعطي فريمون واحد ليكلا البنات وكيبان هكايا بحال يلاه جديد. وتيكون البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفران من بعد ما نظفته معكم، بصراحه نتيجه رائعه جدا، يعني فرق كبير ما بين الفيديو في الاول والان، كان فريمون موسخ وفيه بزاف ديال البقع وديال لي طاش، دابا ولا كيبان ليا جديد بزاف، وداك المرايه بالخصوص يعني الزاجه كتبان نقيه ما فيها حتى شي خبشه وما فيها حتى شي طاش اولا شي حاجه هكا اللي كتبين الفران موسخ. كنتمنى ان هذه الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر واللي كانوا تيسولوني على الباب الفرن، فهذه هي الطريقه الصحيحه باش تفتحوه بسهوله وتنظفوه وترجعوه لبلاصتو. كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، لي لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني كيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكرة جديدة وموضوع جديد، تنقول لكم الى اللقاء.